كما قلنا عدة دقائق يصلي فيها بطريرك الروم الأرثوذكس بالكرسي الأورشليمي بالقدس. نزلنا على الهواء مباشرة من قبر السيد المسيح للمجد في كنيسة القيامة بأورشليم القدس. الجموع والكل ينتظر فتح الباب وخروج البطريرك ومعه أمير المكتب. ها هو يخرج أيها الأحباء بطريرك الروم الأرثوذكس وتبدأ أول شعلة لخروج النور. نشكر الله ونمجدك يا الله رب القوات، أنت نور العالم، أنت يا رب الذي تضيء علينا وعلى حياتنا. ثواني، وهذا النور هم حزمتين يخرج بهم البطريرك تأوفيلوس الثالث بطريرك الروم الأرثوذكس للكرسي الأورشليمي بالقدس، والكل يتسارع لكي يضيء جموعه. وثواني معدودة ينتشر النور في ثواني، وفي كل أرجاء كنيسة القيامة في ثواني. هي أيضا معجزة إلهية متجددة. هو يسير بسرعة